اهلا بحضراتكم في هذه التغطيه الخاصه من تلفزيون اليوم السابع. الحقيقه حمله مهمه جدا بتقوم بيها وزاره التضامن الاجتماعي وتحديدا صندوق مكافحه وعلاج الادمان. ايه هي تفاصيل هذه الحمله؟ هي اصلا عن الزيارات المنزليه وايه اللي بيحصل تحديدا. خلوني اقول لحضراتكم التفاصيل. اللي بيحصل ان الصندوق بيقوم بتنظيم زيارات منزليه بتكون للتوعيه باضرار تعاطي المخدرات واليات الاكتشاف المبكر وايضا كيفيه التعامل مع الحالات المرضيه، وده تحت مبادره طبعا بتنفذها الوزاره لتوعيه الاسر بمخاطر الادمان، فبتقوم بتكثيف البرامج التوعويه حول اضراره. كمان المبادره بتركز على المناطق السكنيه الجديده اللي هي بديله للعشوائيات، وده في اطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لوزاره التضامن بتنفيذ برامج الحمايه من المخدرات بهذه المناطق. على كل حال، لمزيد من التفاصيل والمعلومات بينضم الينا الدكتور ابراهيم عسكر مدير برامج الوقايه بصندوق المكافحه وعلاج الادمان والتعاطي. اهلا بيك يا دكتور، منورنا في تلفزيون اليوم السابع. اهلا وسهلا بحضراتكم يا فندم، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك بألف خير يا فندم. يعني يا ريت في البدايه لو تكلمنا عن هذه المبادره المتعلقه بالزيارات المنزليه للتوعيه بمخاطر الادمان، تفاصيل المبادره. الحقيقه ان من منذ عام كامل بدا صندوق مكافحه وعلاج الادمان بتوصيات وتوجيهات من معالي وزيره التضامن الدكتوره نيفين القباج باهميه ان احنا نكون داخل المناطق السكنيه الجديده او بديله العشوائيات زي ما بنقول. هاي المناطق السكنية الجديدة زي الأسمرات، زي المحروسة، زي غيط العين أو بشير الخير في اسكندرية، عندنا منطقة كمان في بورسعيد، منطقة اسطبل عنتر، كل هذه المناطق أهالينا كانوا بيعانوا منذ فترات طويلة جدا من العشوائيات اللي كانوا ساكنين فيها. صحيح. والتوجهات الرئاسية كانت بتؤكد على أن أنا مش بس بهتم ببناء الحجر، لكن لازم يكون عندي كمان اهتمام ببناء الإنسان والبشر. وبناء عليه احنا كنا لازم نكون موجودين بناء على برنامج علمي أو توعية علمية صحيحة من خلال حملات طرق أبواب، من خلال ورش عمل للأطفال، من خلال ورش عمل خاصة بالسيدات. كل هؤلاء احنا حبينا من منذ سنة ان احنا نكون موجودين. ابتدينا العمل بتاعنا في المناطق في منطقة الأسمرات، وكنا كان همنا الشغل ان احنا نستقطب مجموعة من المتطوعين أو احنا نسميهم كده القيادات الطبيعية. مجموعة القيادات الطبيعية دول اللي هم من أهالينا داخل المناطق نفسها علشان ندربهم ونأهلهم كويس جدا. وزي ما حضرتك شايف كده في الانفوجراف، احنا النهارده يعني استقطبنا ما يقرب من 200 متطوع من المناطق نفسها من الشباب والأسر. ابتدينا ان احنا ندربهم كويس جدا علشان يشاركوا معانا في حملات التوعية. صحيح. وشاركوا معانا في حملات التأهيل الخاصة لسكاننا اللي موجودين في الأماكن دي. عظيم جدا. طيب يا دكتور، يعني افهم من كلام حضرتك انه التركيز بيكون في مناطق معينه، هل بتشمل المناطق بعينها اللي حضرتك ذكرتها او هذه المحافظات، ولا ايضا المبادره بتستهدف مناطق بالجمهوريه كلها؟ هي المبادره طبعا بشكل عام بتستهدف كل محافظات الجمهوريه، ولكن احنا عندنا تركيز بشكل مباشر لدرجه ان احنا انشانا ما يقرب من 4 عيادات داخل تلك المناطق على تلك المناطق، لان طبعا فيها توجهات يعني قويه جدا، فيها كمان اهتمام قوي سياسيا واعلاميا، فيها كمان اهتمام ان ولادنا واهالينا اللي موجودين دول عانوا منذ فترات طويله من مشكله الادمان والمخدرات. فاحنا كنا حابين قوي ان احنا نكون موجودين معاهم علشان نساعدهم في الوقايه، نساعدهم في العلاج، نساعدهم كمان ان لو حد وقع في المشكله دي نقدر ان احنا نقدم له العلاج بالمجان والسريه. طب استاذ حضرتك يا دكتور، يعني نذكر المناطق تحديدا، يعني لو حضرتك تذكرها لنا سريعا. احنا عندنا طبعا 4 عيادات موجودين في 5 مناطق. المنطقه الاولى هي منطقه الاسمرات، ودي طبعا بنستهدف منها اكثر من 12000 اسره. عندنا منطقه المحروسه وفيها اكثر من 4 ل 5000 اسره. عندنا منطقه اخرى منطقه اسطبل عنتر، والحقيقه منطقه اسطبل عنتر ديت بيتم تجهيزها حاليا ان هي تكون من المناطق المطوره بديله العشوائيات، وفيها اكثر من 30000 اسره. عندنا منطقه اخرى اللي هي بشائر الخير في اسكندريه، وبشائر الخير عندنا 1 و2 و3، وتعداد السكان فيها ما يقرب من 8 ل 9000 اسره. عندنا منطقه اخرى في منطقه حي الضواحي في بورسعيد، والحقيقه ان هي برضو او موجود فيها ما يقرب من 30 ل 40000 اسره. كل هؤلاء الاسر احنا بنحاول ان احنا نكون موجودين معاهم ليل ونهار، موجودين بشكل يومي معاهم،
داخليا، تم استقطاب منهم اكثر من 4900 مريض. الحقيقه ان كانت في توجهات قويه جدا من الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن في هذا الشان، ان يكون في كمان حاجات بديله خاصه بيهم علشان يقدروا ان هم يعني او اقصد مشاريع بديله عشان تشجع المرضى ان هم ما يراجعوش تاني للادمان، لا ده هم يستقروا على الحاله اللي هم خاصه بيها. نعم. طيب الاولويات يا دكتور، يعني هل في مناطق او اماكن معينه ليها اولويه ولا كلهم متساويين من حيث الاهميه والاولويه؟ كلهم متساويين، كلهم متساويين، وكلهم بيشتغلوا. عندنا فرق عمل منتشره في كل منطقه يوميا، احنا متواجدين والعياده بتاعتنا بتستقطب المرضى بشكل جميل جدا. عاوز اقول لحضرتك بقى الجميل في الموضوع ده ان احنا اول ما ابتدينا كان في يعني الناس او المواطنين خايفين، يقول لك انا النهارده هدخل ازاي، طب انا هروح المكان ده ازاي، ده اصلا ممكن يكون عيب، اصلا ممكن يتعرف. طبعا احنا عندنا مبدا السريه ده رقم واحد. رقم اتنين، النهارده وبعد سنه كامله اهالينا اللي موجودين بقوا بيثوروا علينا، بقوا بيحبوا الناس اللي موجودين، عارفين الدكتور فلان والدكتوره فلانه، عارفين ان في متطوعين موجودين، على طول بيجونا وبيستشيرونا في كل كبيره وصغيره تخص، مش بس تخص قضيه الادمان ولكن كل القضايا المجتمعيه اللي موجوده او المحيطه بيهم. طيب كلمني يا دكتور بعد اذن حضرتك عن ردود الفعل ايضا، يعني من خلال الزيارات المنزليه اللي نزلتوها، هل الناس كانوا مرحبين بالموضوع؟ طبعا انا عايز اقول لحضرتك كانوا مرحبين جدا جدا، وكانوا يعني في، انا مش هكذب على حضرتك، طبعا في الاول واول ما ابتدينا الحمله بتاعتنا كان في خوف. انا النهارده لما حد بيخبط عليا ولا حد يديني توعيه خاصه بموضوع الادمان المخدرات، هو انا مدمن؟ مين اللي قال لكم ان انا واقع في هذه المشكله؟ النهارده لما استقطبنا بقى مجموعه من الشباب اللي هم اصلا من سكان المنطقه، يعني واستقطبنا مجموعه، اكتشفت حالات يا فندم في اثناء طبعا احنا النهارده واصلين يعني في 4900 حاله تقدموا لينا، منهم اكثر من 400 تم اكتشافهم، تم اكتشافهم من الحالات الايجابيه، وهم يعني مش حالات ايجابيه بقى، هم حاليا مترددين عندنا في العيادات بتاعتنا وبياخدوا العلاجات اللي هي الخاصه بيهم، وراحوا مجموعه منهم كبيره جدا المستشفيات بتاعتنا، وفي يعني في تنسيق قوي جدا في هذا الامر يعني. طب هل يعني يا دكتور التعامل بيتم ازاي؟ هل بيتم مثلا تقديم علاج بالمجان؟ يعني طبعا احنا عندنا العلاج بالمجان وفي سرية تامة، وده الجميل في الموضوع ده. كمان احنا عملنا يعني خدمة النقل المجاني للمرضى من العيادة نفسها اللي موجودة في الحي الى المستشفى بتاعتنا، يعني احنا كمان بينا نقول لأولادنا واهالينا وسببنا خلي بالكم احنا جنبكم، انت بس ابتدي حياة جديدة، ابتدي يوم جديد، ابتدي شكل جديد في حياتك، واحنا هنساعدك في هذا الامر. الولاد ولادنا اللي هم 4000، احنا لما ابتدينا النواه بتاعتنا ب 10 12 مريض وجم وتعالوا وخدوا البرنامج العلاجي، ابتدت وزيره التضامن الدكتوره نفيد تكرم هؤلاء المرضى على انهم كانوا متحدين للمشكله دي، وبالتالي لما رجعوا لأماكنهم تاني ولبيتهم نقلوا التجربة، لا يا جماعة احنا شفنا حاجة مختلفة، لا يا جماعة ده في دنيا تانية خالص هناك، لا الموضوع مختلف، وبالتالي بقت الطمأنينة من الأهالي اللي موجودين، من الناس، من القيادات التنفيذية. أنا يعني بالطبع أنا كمان حابب أشكر كل القيادات التنفيذية اللي موجودة في الأماكن ديت، من رؤساء الأحياء، من موجهين التربية والتعليم، من الشباب والرياضة، من الثقافة، من الإعلام. الحقيقة في تكامل في تقديم الخدمات، لأن إحنا في الصندوق كمان بنسعى جاهدين ان احنا نقدم المعلومه في ابهى صوره وفي ادق معلومه. بنشتغل مع كل الجهات، وبالتالي لقينا تشارك وتفاعل قوي جدا بين مؤسساتنا، مؤسسه صندوق مكافحه علاج الادمان، وبين المؤسسات الاخرى سواء كانت حكوميه او اهليه. عظيم جدا. طيب يا دكتور ابراهيم، لو يعني حاله عندها حد بيتعاطى مخدرات وعايزه تتواصل مع حضراتكم، ممكن تعمل ايه حاليا؟ طبعا على طول التواصل بتاعنا عن طريق الخط الساخن 16023، ده رقم 16023، ده الخط الساخن لعلاج الادمان، واحنا بنقدم من خلاله العلاج والمشوره والتاهيل النفسي والاجتماعي والمتابعه، كل ده بالمجان وفي سرية تامة. النهارده بقى عندنا ما يقرب من 27 مركز علاجي موزعين على مستوى 17 محافظه. نعم. طيب سؤال اخير يا فندم، يعني مع بدء دراسه، يعني وزيره التضامن كمان اعلنت عن تكثيف حملات الكشف على سائقي الحفلات المدرسيه، لو تقول لنا يا دكتور الاجراءات اللي بتقوم بيها في هذا السياق.
الحقيقه ان وزيره التضامن الدكتوره نيفين دائما بتوجه جهود صندوق مكافحه علاج الادمان في الاماكن الخاصه بالعمل مع المواطنين. يعني النهارده ولادنا اللي هم بينتقلوا ويروحوا المدارس بتاعتهم بيكون لهم مجموعه من سائق الحافلات الدراسيه. احنا على مدار سنوات طويله بنجري مجموعه من التحاليل والكشف المبكر عن المخدرات ما بين سائق الحافلات الدراسيه، وابتدينا الكلام ده منذ 2015 وكانت النسبه عاليه جدا، وصلت الى اكثر من 12%. في سنه 2020 كانت النسبه او تدنت النسبه الى اقل من 2%. احنا مصرين ليه على هذا الامر؟ علشان خاطر ان يكون في اطمئنان للاسره على اولادها، كمان ما يكونش في سائق بكل اولادنا متعاطي للمواد المخدره وبالتالي بيقع فريسه في المشكله وبيقع اولادنا ويحصل من وراء حوادث كبيره جدا. احنا كمان حاليا مستمرين في اجراءات الكشف المبكر عن المخدرات ما بين العاملين في الدوله بناء على قانون كشف مبكر عن المخدرات. في 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 اتجاه اخر بقى الدكتور عمرو عثمان كان بيوجه بحملات توعيه مكثفه ان شاء الله ستنطلق منذ غدا باذن الله الاحد مع بدايه العام الدراسي، سواء كان بالمدارس او بالمعاهد الازهريه او حتى بالجامعات المصريه. نعم، يعني طبعا جهد مبذول كبير جدا، بشكر حضراتكم عليه بالتاكيد، وبشكر حضرتك يا دكتور ابراهيم عسكر مدير برامج الوقايه بصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي، كنت معنا عبر الهاتف. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لحضراتكم متابعينا في كل مكان، وبالتاكيد سنوافي حضراتكم بكافه التفاصيل على مدار الساعه. شكرا لكم والى اللقاء.